هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل قرايه، قرايه بخصوص رساله من حبيبك في الحياه السابقه. ممكن يكون عنوان الفيديو غريب شويه، ولكن احنا عندنا النهارده 5 مجموعات بالاحجار، تمام؟ هبين لكم الاحجار وليكم حريه الاختيار. اول حجر ما هنا، والحجر باللون ده، وتاني حجر معانا هو الحجر اللي باللون ده، التالت باللون ده، والحجر الرابع البلو، وعندنا القراية الخامسة او الحجر الخامس اللي هو اللون ده، اللي هو اللون الروز. تمام، خدوا وقتكم في الاختيار ما بين الخمس احجار ونبدأ ان شاء الله. هاي اصحاب المجموعة الاولى، اللي اختاروا الحجر ده هناخد 3 كروت بس، نشوف طاقتك فيها وبعد كده ندخل على الرسالة. بسم الله. ترى طاقتكوا عاملة ايه يا اصحاب الحجر اللي هو شكله اخضر؟ يعني هنسحب بس 3 كروت للطاقة. تمام، دلوقتي طاقتك حاسس ان انت اتخذت من حد او حد خد منك حاجة ومشى. ممكن الحاجة دي تكون حاجة اتسرقت منك مثلا، او حاجة فقدتها، واللي اكد لي على كده اللي هو كارت الديس طلع. فانت ممكن تكون فقدت حد في الطاقة دي، او يكون عندك مثلا تغييرات في حياتك جذرية، او ان انت بترحل من مكان انت موجود فيه. لكن انت في حاجة في طاقتك اللي هو ايه، يعني انت مش قادر تشيل اعباء او مش قادر تشيل احمال في طاقتك دلوقتي، وفي حمل عليك معين. يعني ممكن يكون الحمل ده خاص بعلاقة، يعني لان ظهر عندنا 5 of cups، ففي هنا علاقة انت خسرتها، او حد انت ندمان عليه، او خسران ان انت، او ان انت حاسس، قصدي ان انت خسرته، او حاسس ان انت سبته وايه، وبتقول ايه انا سبته وانا ارتحت، يعني او ان انا انتصرت إن لما انا سبت الشخص ده. فدي كانت الطاقة بتاعتك. يعني تعالوا بقى ندخل على الرسالة اللي من حبيبك من الزمن السابق. طبعا في ناس بتؤمن بالحياة السابقة وناس لأ، فأيا كان درجة ايمانك بالموضوع، احنا عموما النهارده عملنا القرايه للناس اللي هي بتؤمن بالحياه السابقه. يعني فنيجي نفتح الرساله. بص يا سيدي بقى، حبيبك اللي من الزمن السابق ده حد انت كنت بتحبه جدا، طلع لي 2 of cups. انتوا كنتوا حبيبين او كنتوا عشاق او كنتوا توأم روح لبعض، وكان بينكم كيمياء كبيرة جدا، والحد ده انت كنت بتتمناه جدا جدا، او هو بيتمناك، لان طلع لنا ذا ستار. فذا ستار دي معنى كده ان كان في امنيه ما بينكم، في امنيه ارتباط، او في امنيه ان انتوا تعيشوا مع بعض اكتر من حياه. تمام، وطلع لنا ذا هاوس. الشخص ده ممكن يكون كان قريب منك مثلا في المسافه، او كنتوا مع بعض في نفس المنطقه، او في نفس المكان، او في نفس البلد. والشخص ده كان عنده اقول عنده ايه، عنده انتماء للمكان اللي هو فيه.
تمام، يعني المكان اللي هو كان بينتمي له كان عنده لي كان عنده جذور فيه، او كان عنده انتماء انه للمكان اللي كان عايش فيه، سواء كان الانتماء ده لاسرته او للبلد اللي هو كان فيها يعني. وكان بينكو قصدي كان بينكو علاقه، والعلاقه دي كان فيها كل احترام وكل ود وكل محبه، وانتوا الاثنين كنتوا متفقين مع بعض جدا 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 زي ما اقول لكم. بصوا يعني هنا طلع الهاوس وكورتشيب، فالاثنين سبحان الله يعني الكارتين شبه بعض. شبه بعض في ايه؟ شبه بعض ان هنا في هاوس، في مكان انتوا الاثنين كان بيجمعكم مع بعض. وفي نفس الوقت الكارت التاني من الدكه تانيه في زي ما قلنا كان في ود ما بينكم، او في الفه، كان في احترام، كان في تفاهم، كان في نوع من يعني المغازله كده والراحه، فاهمين؟ يعني لما تكون مثلا مع حد انت مرتاح له او مرتاح، يعني انا عايزه اقول حاجه، يعني انت بترتاح للمكان من الناس اللي حواليك. فدي الفكره في الكارت بتقول ان في اتنين هنا كانوا بيرتاحوا لبعض جدا، وكانوا بيرتاحوا لبعض نسبه للمكان اللي هما كانوا عايشين فيه. يعني طول ما هما مع بعض فالمكان بيحسوا ان هو اروع، او المكان بيحسوا ان هو بينتموا له قوي، او مش عايزين يطلعوا بره يعني. فالكارتين دول بيردوا على بعض. يا مور بتقولي مش عايزين يطلعوا بره، قصدي ان هما مرتاحين مع بعض في نفس المكان، فاهمني؟ طلع لك كارت يعني من الكروت الروحانيه، يعني طلع لك كارت السيد. انت ممكن تكون كان في حد في الزمن السابق ده بيتولاك، او في حد كان ليك قدوه. يعني عايزه اقول كده، يعني كان في حد في الزمن السابق يعني كنت بتعتبره قدوه ليك، او كنت بتعتبره اب ليك، او كنت بتعتبره حكيم لمشاكلك، او حكيم لعلاقاتك، او حكيم لعملك، ايا كان يعني. وبما اننا احنا هنا النهارده بنسال عن الرساله من حبيبك اللي في الزمن السابق، فانا هتكلم عنه، مش هتكلم عنك اكتر ما هتكلم عنه، تمام؟ طلعلي هنا كارت من كروت النور بيقول عصر النور. انت كنت تتمرن لهذا على مدار حياتك السابقه. انت ممكن تكون كنت في كارير معين، او كنت في مصاعب معينه في الزمن ده، او الحد ده كان بيخفف عليك الحمل اللي انت كنت بتشيله. فبيقول لك انت كنت تتمرن على ده طول الوقت، كنت تتمرن ان انت بصوا طلع لك حتى في طاقتك هنا الستيفن اوف سورد. فانت شخص بيتحمل لما حد بيجي عليه بيتحمل قوي، لما حد بياخد منه حاجه ممكن يكون بيسامحه او بيفوت له. فهنا بيقول لك انت كنت بتدرب على ده طول الوقت، انت كنت بتتدرب ان انت ممكن نسميها انت بتدرب على التسامح، ان انت تسامح غيرك مهما عمل فيك او مهما خد منك الحاجه اللي كانت في ايديك، فانت عندك خصله التسامح، تمام؟ كمان طلع لنا لا حاجه للقلق. انت ممكن زمان كنت مثلا خايف البني ادم ده يسيبك، او خايف ان هو يبعد عنك، او خايف ان انتوا ما تكونوش حاجه مع بعض، او كنت خايف مثلا ان الحب ده ما يكملش، او الامنيه اللي انت كنت بتتمناها ما تحصلش. فالكارد طلع لا حاجه للقلق. احنا ممكن نقول على الكارد ده ان هو بيتكلم عن الحاضر، مش عايزه اخد الكارد ده ان هو بيتكلم عن الماضي، مش عارفه ده احساسي ان الكارد ده بيتكلم على دلوقتي، عليك انت دلوقتي في الطاقه دي. فلو حاجه اتاخدت منك، او ان انت حاسس ان حد سرق حاجه منك ومشى وسيبك، ممكن نقول سرق قلبك مثلا، بما ان القرايه عاطفيه شويه. فبيقولك ما تقلقش، في حقك هيرجع، تمام؟ و هتاخد حقك تالت ومتلت. طيب طلع لنا في الكروت بتاعه الحب الانفصال. انت ممكن تكون كنت خايف ان البني ادم ده يبعد عنك، او كنت خايف ان هو يسيبك، لان زي ما قلت انتوا كنتوا بتنتموا للبلد واحده، او كنتوا بتنتموا لمكان واحد، وكنتوا قريبين قوي من بعض، وكنتوا بتحبوا بعض،
ولكن انفصلت. فالكارت طلع الانفصال. انا الحقيقة مش ظاهر عندي انتوا انفصلتوا ليه، لكن حصل انفصالي بطريقة ما. طيب تعالوا يا مجموعة اولانية ناخد رسالة منه. I do want to commit to you when I feel ready for you. تمام. الشخص ده ما كانش ملتزم معاك ممكن بالوعود اللي هو وعدها لك، او ما كانش عنده استعداد او قابليه ان هو يلتزم بيك كشخص يكمل مع حياته. ف دي كانت ترجمه الرساله اللي من حبيبك في الحياه السابقه بس. ودي كانت قرايه المجموعه اللي اختاروا الحجر الاولاني. شكرا ليكم واشوفكم في فيديو جديد باذن الله. سلام. هلو اصحاب المجموعه، نقول ايه التانيه؟ ماشي نقول التانيه. اللي اختاروا الحجر ده اهلا بيكم وازيكم. تعالوا نشوف الاول طاقتكم وبعد كده نشوف الكروت الرساله، يعني هتطلع لك كده. الفيديو ده غريب، يعني انا حاساه غريب عليا انا شخصيا، اللي هو ايه، يعني انا باخد رساله من حبيبي السابق من زمن يعني فات، يعني الفيديو مجنون شويه بس فكرته حاسه ان هي جديده. فلو عجبتكم الفكره فيا ريت تكتبوا لي في الكومنتات او تعملوا لايك للفيديو. تعالوا نشوف طاقتكم يا مجموعه اتنين اللي اختاروا الحجر الاصفر. احنا قلنا ناخد 3 كروت صح زي المجموعه الاولى. طيب انتوا طاقتكم دلوقتي بتتغيروا في مكان عمل، ممكن تكون بتغيروا عمل معين. الفور اوف فور ناس بتقول ان انت عندك اساسات ثابته في شغلك جدا جدا، و ممكن تكون في الوقت الحالي بتحتفل بنجاح معين انت حققته، والنجاح ده خاص بالشغل زي ما قلت لك، لان في بنتك لانها ظهرت. كوين البنت كانت بتقول ان انت شخص مكتفي جدا ماديا، شخص بيحب يكون اساسات ثابته، يعني الفلوس اللي انت بتكونها بتحب تعمل بيها اساسات، بتحب تعمل بيها حاجه، فاهمني؟ فدي كانت طاقتك. ولكن انت عندك تغيرات في الوقت الحالي. انا مش عايزه اخد كارت الديس ككارت سلبي، انا هطلع يعني انا بقول إيه المعنى الايجابي بتاعه، عشان انا نفسي الكارت ده بيخضني، يعني انا نفسي الكارت ده ما بحبوش. ولكن انا ممكن اقول لك ان شاء الله باذن الله انت دلوقتي في تغيرات ايجابيه جدا في حياتك باذن الله. والاربع عصي اللي هي الفور اوف ووندز بتقول ان انت شخص بيحب جدا كل ما بينجز حاجة بيحب ان هو يشهرها للناس، او بيحب ان هو يعمل منها حاجة الناس تتكلم عنها. تمام. دي كان طقطق في الوقت ده. تعال نشوف بقى الرسالة من حبيبك اللي الحياة السابقة. بصي يا مجموعة رقم اتنين، انت بني ادم، انت شخص لذيذ كده وبتحاسب نفسك دلوقتي، او في طاقتك، بلاش نقول طاقتك، احنا بنتكلم دلوقتي عن حبيبك اللي من زمن فات. دي كانت رسالته ليك. فالبني ادم ده كان بيحاسب نفسه كتير. البني ادم ده كان على طول بيحب يغير من جلده زي ما بيقولوا، اغير من جلدي، اغير من نفسي، احاسب نفسي كل شويه لو عملت حاجه مثلا ضميري يصحى، فاهمني؟ الشخص ده كان غامض جدا بالنسبه لك، وكان غامض جدا بالنسبه للناس اللي حواليه. الشخص ده كان طالع في الهاي بريستس، كان عنده قدره روحانيه
مش عايزه اقول لك خارقه، ولكن هو كان عنده قدرات معينه ربنا اعطيه له، وكان بيحاسب نفسه جدا، كان شخص صامي، ممكن بيبني نفسه بنفسه، بيحاسب نفسه. طبعا هو كارت المحاكمه بيدل ان احنا بنقراه يعني في التعارض كحاجه من زمن فات، او كحاجه مثلا عدت، او كشخص بيعاتب نفسه كل شويه. فالكارت طالع ان بني ادم ده كان فعلا كده، كان بيحاسب نفسه جدا، كان عنده تواصل روحاني. ممكن يكون التواصل الروحاني ده كان خاص بيك مثلا، مش عارفه الصوت واضح ولا لا، يا رب يكون الصوت واضح. كان عنده تواصل روحاني بيك، ممكن يكون كان بيحلم بيك، كان بيتمنيك مثلا، بيحلم بيك، بيعتبرك شخص او كان الشخص ده كان بيحبك جدا في الحياه السابقه، يعني كان بيحبك قوي، وكان بيحب كمان يهديك بالورد، لان طلع هنا بوكي ورد، فممكن يكون هو كان بيحب يهديك هدايا، مش شرط ورد يعني، او ممكن اي هدايا. فاحنا بنقول يعني احنا بنعبر عن الكارت بصوره رمزيه، ولكن الكارت ممكن يدي اكتر من معنى. فممكن يكون هو كان بيديك هدايا، اهو شفتوا جفت، يعني الكارت طلع جفت، يعني الشخص ده كان بيديك، بيحب يهديك يعني، او بيحب يجيب لك الحاجات اللي بتحبها. طلع عندنا كمان طلع عندنا ايه، طلع عندنا علاج المشاكل العائليه. بس انا مش هتكلم على الكارت دلوقتي، انا هاخد على الكارت ده التحول. الكارت طلع لك التحول، انت كنت شخص بيعرف يعني، انتوا الاثنين على فكره، انتوا الاثنين كنتوا بتعرفوا جدا تغيروا من كل حاجه حواليكوا، بتعرفوا تغيروا معتقداتكوا، بتعرفوا تغيروا من حتى يعني باقل حاجه من شكلكوا مثلا، يعني عايزه اقول كده. لان هنا التحول ده ممكن يشمل اي حاجه، ممكن يكون التحول ده تحول فكري، يعني انت بتغير افكارك من حين للتاني، ممكن يكون تحول ثقافي، ممكن يكون تحول جسدي، يعني بتحب تغير من شكلك، بتحب تغير من ستايلك، ممكن يكون تحول من المكان لمكان اخر، ممكن تكون انت كنت بتحب تسافر مثلا، ايا كانت ايا كان اللي انا بقوله. فالمجمل كله هو التحول، التحول في اي حاجه. تمام، طلع لنا هنا كارت النضج. على فكره انا عندي احساس كده ان المجموعه دي كانت طايشه، او الشخص ده كان طايش. فالنضج هنا بيتكلم عن بني ادم وهو بيتحول حصل له نضج، او هو يعني مر بتجارب كتيره جدا، التجارب دي خلته ينضج شويه نضوج فكري، حاسه ان هو نضوج فكري اكتر. تمام، انت يعني الشخص ده كان شخص قوي جدا، قوي عنده مركز، مرموق جدا. تمام، هناخد الكارت ده خلال الشهور القادمه. الكارت ده انا مش عايزه اعتبره زي ما قلت في القرايه الاولى، انا مش عايزه اعتبره ككارت من الحياه السابقه، او كارت من الحبيب السابق، لكن هعتبره دلوقتي ليك، يعني هعتبره في الطاقه الحاليه لصاحب صاحب القرايه التاني. فخلال الشهور القليله القادمه، فانت ان شاء الله هيحصل لك تغيرات كبيره جدا، وخصوصا ان انت طالع لك كارت الديسك، فاحنا هناخده بصوره ايجابيه، اللي انت ان شاء الله هيحصل لك تغيرات ايجابيه. طيب نيجي للكارت، طلع لنا علاج المشاكل العائليه. ممكن يكون الشخص دوت كان في علاقة ثلاثية مثلا، او كان مرتبط قوي بعيلته، او مرتبط قوي باطفاله، ولكن هو كان بيحبك وبيفكر فيك وبيتمناك وبيتمنى، نقدر نقول كده برضو، يعني ده المعنى اللي انا هاخده، المعنى الاخير اللي انا هاخده، كان بيتمنى يعني يتغير معاك، او ان انت تغيروا بعض، او كان بيتمنى حياة جديدة خالص، انت تكون حياة جديدة خالص ليه، الحياة دي تغير
عشانها ايا كانت الاحتمالات. ففي هنا مشاكل عائليه كانت انا بتكلم دلوقتي فانا بقول كانت عشان احنا بنتكلم عن حبيب اللطيف اللذيذ ده اللي هو كان من حياه سابقه. طيب نيجي ناخد منه رساله بقى. طلع لك صوت الافكار. You are always in on my mind. فانت كنت دايما في باله الشخص ده وكنت دايما شاغل باله جدا. مش بقول لك كان عندكم تواصل روحاني مع بعض. على فكره ممكن يكون القرايه دي حبيبك كان في حياتك علاقه قدريه يعني. تمام. وشكرا ليكم اصحاب المجموعه الثانيه. اشوفكم الفيديو دي باذن الله. سلام. هلو هلو اصحاب المجموعه الثالثه اللي اختاروا الحجر ده، ازيكم؟ هنفتح دلوقتي طاقتكم وبعد كده هناخد رساله من حبيبك في الحياه السابقه. حالكم متشقلب، انت حالكم متشقلب، الكروت متشقلبه، انتوا حالكم متشقلب، في حاجه هنا فيها شقلبه، فيها تارجح. ناخد 3 كروت بس من طاقتكم وبعد كده ناخد الرسالة. Six of Cups. على فكرة انت بتفكر في الماضي، بتفكر في الذكريات في الماضي. عندك اصدقاء على فكرة كتير جدا، عندك اصدقاء كتير جدا، والاصدقاء دول من زمن فات. انت بتعتز جدا بالصداقه بتاعتهم. في حاجه ما بينكم مشتركه، في هديه مثلا او حاجه انت جبتها لل واخدينها كذكرى ما بينكم وما بين بعض يعني. ف 6 اوف كابس بتدل ان في شخص مش عايز اقول ان هو بيفكر في الماضي، بيفكر في الماضي، مش عايزة اقول ان هو حابس نفسه في ذكريات الطفولة. هاخد المعنى اللي بتاع الكارت كمعنى ايجابي. هقول لك ان انت بتحب الصداقات جدا، بتحب تعمل صداقات، بتحب صحابك، بتعتز جدا بالحد اللي يدخل حياتك خصوصا لما يكون صديق وفي. وكمان ممكن يكون انت عندك اطفال او بتنصح اطفالك، ده لو انت عندك اطفال. يا جماعة احنا بنقول كل الاحتمالات، يعني مش لازم القراية تنطبق عليك انت بس، في كذا شخص بيتفرج، فمش شرط الكامل اللي انا بقوله كله ينطبق عليك. في ناس بتقولك ايه، خد اللي ليك وسيب اللي مش ليك. تمام. فانت تاخد الكلام اللي ينطبق عليك وحاس ان هو في طاقتك وتسيب الكلام اللي ما يخصكش يعني. فانت هنا عندك ذكريات طفولة او ممكن نقول ايه، انت بتفكر في حد مؤثر قوي، كان صديق مؤثر ليك، مؤثر يعني انت متأثر بيه. ممكن يكون الصديق ده رحل عنك او سيبك او مثلا في ظهرك او اتكلم عليك كلام مش كويس. بس انا هاخد الكارت ده كارت ايجابي. انت بتفكر في الماضي، في ذكريات الطفوله. تمام. ممكن انت بتفكر في الذكريات بتاعتك، ده انا كنت زمان، يا سلام ده انا كنت مرتاح، انا ايه اللي خلاني اكبر، انا ايه اللي خلاني ادخل عالم الكبار يعني، انا كنت زمان مرتاح كده كل حاجه بتجيلي وقاعد وبحلم بس. فانت في الطاقه دي. سكس اوف وندس بتقول ان انت شخص لما بيجي يعمل حاجة بيعملها بعزة وبيعملها يعني، لما بتيجي تطلع خطوات قدام، فانت الخطوات دي بتعملها خطوات بتكسر الدنيا.
انت شخص ناجح جدا وشخص معتوق جدا، شخص بتحب اصدقائك، عندك وفاء. عايز اقول كده، انت عندك وفاء، وفاء لاي حد يدخل حياتك، سواء صداقه سواء ناس حواليك في شغلك، تمام. ولكن انت امبراطور، امبر ممكن يكون برج الحمل. الامبراطور بيدل ان انت شخص عقلاني، شخص بيحب، عنده طموح عالي قوي، ما بيحبش ان اي حد يجي يكسر مقاديفه او يكسر احلامه. شخص بيعرف يعمل الامبراطورية بتاعته، فاهمني؟ وانت ممكن تكون كبير في السن اللي بتتفرج عليا، ايا كان سواء انت ذكر او انثى. ومش عايزه اقول ان انت هنا بتفكر في ذكريات الطفوله وتتمنى ان الحد المسؤول منك ده يفهمك. مش عايزه اقول كمان ان في مشاكل مع الاب او مشاكل في اسرتك، يعني مع والدك، مع شخص اكبر سنا، يعني مع ممكن لو انت متزوجه مثلا مع زوجك، انت حاسه ان هو امبراطور يعني، وحاسه ان هو صارم شويه في قراراته او صارم في التعامل معاكي. فدي كانت الطاقه بتاعتك، تمام. نيجي بقى لرساله من حبيبك اللي في زمن سابق. حبيبك الصمت ده كان عنده تعلق جدا، تعلق بقى بيشمل اي حاجه، طلع لنا الديفل. انتوا عارفين ايه كانت الديفل؟ يعني حاجه مش كويسه. ممكن يكون الانجذاب ده كان جسدي، ممكن يكون كان بيأثر عليك بطاقة سلبية. مش عايزة اقول ان هو كان بيعمل سحر يعني، بس مش عارفة هو زمان كانوا يعني بيعملوا الاسحار والكلام ده زي ما منتشر دلوقتي يعني، لا قدر الله، ولا ايه؟ مش عارفة، ما روحتش انا في زمان سابق، ولا مش عارفة، الله اعلم يعني. بس عموما هو في كارت الديفل، فهاخدها بقى ايه كارت الديفل ده، هاخده كانجذاب جسدي ممكن، او تعلق، او بيبص لك بنظره مش كويسه. هو كان، ها كان يعني، مش دلوقتي، احنا مش بنتكلم على طاقه حاليه، احنا بنتكلم كان يا ما كان. طيب طلع لنا 5 اوف وندز. الشخص ده كان عنده صراعات معينه في حياته، كان بيصارع حاجه، كان كل ما يوصل لحاجه هو ينزل تحت، كل ما اوصل لحاجه هو بقى انزل تحت الارض. فده هو يستاهل صراحه، لانه طالع ديفل. شكله كان شخص شراني شوي. طيب The Stars، الشخص ده كان عنده أمنيات كتير. بصوا كم نجمة، بصوا نجومه دي في الكارت، Stars كتير. يعني Stars دي بتعبر عن أحلام، طموحات. فالشخص ده كان عنده أحلام كتير جدا، وكان عايز إن هو يحققها. طيب رجعنا تاني للقرايه. انا مش عارفه ليه القرايات بتقطع، يعني انا اسفه القرايه قطعت وانا بتكلم، يعني انا خدت شوط كبير جدا وانا بشرح الكروت، ف للاسف انت مش من حقك، يعني انا مش من حقك، لا يعني انت مش مفروض ان انت كنت تسمع الكلام اللي انا اقوله، ولكن انا هعيده تاني يعني. هعيده تاني. طيب احنا قلنا الستارز بتعبر عن ان الشخص ده كان عنده امنيات، عنده احلام، عنده طموحات كتير. طيب طلع لنا هنا كمان 16 و 6، ففي هنا الرقمين دول ليهم علاقه بيك. فنمبر 16 اتكرر مرتين، نمبر 16 في الكارت بتاع السورس والكارت ده. فهنا الكارت بيتكلم عن صوت الافكار. الشخص ده رغم ان هو كان ديفل بقى ومقطع السمكه وديلها يعني شكله، لكنه كان بيفكر فيك. بصوا للشخص اللي قاعد ده، قاعد وعمال يفكر في البنت اللي في الكارت. فالشخص ده كان متعلق بيك جدا،
كان على طول الوقت بيفكر فيك، كان على طول الوقت عنده انجذاب ليك جدا. تمام، نيجي لباقي الكروت. باقي الكروت بتقول الشجاعة. انت ممكن تكون من الاشخاص اللي ما عندهمش شجاعة ان هم يحققوا كل حاجة بيحبوها، او بيخافوا قوي ياخدوا خطوات مهمة في حياتهم. يعني كل ما ياخدوا خطوة يرجعوا 1000 خطوة، كل ما ياخدوا خطوة يرجعوا تاني. فكمان الشخص ده كان بيحب يعمل حاجة، كان بيحب يعمل حاجة كبيرة في الزمن اللي هو كان فيه، لأن كان عنده أحلام كتير وكان عنده شجاعة إن هو يحقق الأحلام دي. لكن كان في حاجات بتمنعه، كان في حاجات بتمنعه إن هو يحقق كل حاجة. ممكن يكون كان في أشخاص سامة في حياته، فكان غصب عنه، ولكن هو كان بيفكر فيه جدا وكنت في باله طول الوقت. مش عارفة ليه حاسة إن الشخص ده كان داخل حرب او جندي مقاتل مثلا، مش عارفه، لان حاسه هنا كارت الشجاعه بيتكلم عن كده، بيتكلم عن الافعال او الصراعات اللي احنا ممكن ندخل فيها ومنها نطلع بحاجه كبيره، ومنها نطلع بحاجه تنفع تبقى حاجه ايجابيه. يعني من وسط الازمه، من وسط الصراعات اللي انا فيها، ممكن ان انا اطلع بيها لحاجه، حاجه تخدم الناس، حاجه تخدم المجتمع، حاجه تخدمني انا شخصيا، فاهمني؟ فالشخص ده كان كده، الشخص ده كان عنده شجاعه ان هو يحقق احلامه، وكان عنده علاقه بنمبر 6، او انت ليك علاقه بنمبر 6 او نمبر 16 يعني. طيب عندنا هنا الكارت بيقول لك اسال ملائكتك، اسال ملائكة. طبعا احنا مش هناخد الكارت يعني بالمعنى الحرفي ملائكتك، يعني لا، انا هاخده ان انت تسال ربنا سبحانه وتعالى في الحاجه اللي انت بتحبها، او في الحاجه اللي انت بتتمنيها، او ايا كان. لو انت شايف نفسك في الكارت ده، لو انت بتصارع حاجه يعني في طاقتك، ف اسال ربنا في الحاجه اللي انت بتصارعها. طيب بحث سريع، طلع لنا كارت انت تستحق الحب. الشخص ده بيقول لك انت تستحق الحب في اي زمن من الازمنه، سواء في زمن سابق او في الزمن ده دلوقتي، انت تستحق الحب جدير ان انت تتحب. تمام، عندنا الكارت لا تخاف. طيب نكمل. الشخص ده بيقول لك رساله، بيقول لك انت لا تخفف نورك لتكن متقبل او متقبل، يعني لا، يعني انت ما تخففش نورك على اللي حواليك، او ما تكبتش احلامك. بيقول لك طيب ما تكبتش احلامك، حاول ان انت اللي تظهر نورك لله. الكارت بيقولك لا تخفف نورك لتكن متقبل، يعني ما تخففش انجازاتك، او ما تستهونش بالانجازات اللي انت بتعملها. فاحنا عارفين ان الشجره المثمره بتثمر على الكل يعني، او الكل بيستفاد منها. فانت الشخص ده بيوجه لك رساله، بيقولك خليك كده، ودي الطريقه دي هتخليك تحقق الاحلام اللي انت بتحبها. يعني عندنا رسالة منه بتقول I never should have let you go. تمام، دي كانت الرسالة بتاعت أصحاب المجموعة الثالثة. شكرا ليكم، واشوفكم فيديو جديد. سلام. هلو أصحاب المجموعة الرابعة اللي اختاروا الحجر البلو، ازيكم، عاملين ايه؟ نيجي على السريع نشوف رسالة من الشخص اللي من الحياة السابقة. على فكرة انتوا طلع لكم رسالتين مش رسالة واحدة، المجموعة دي الوحيدة اللي طلع لها رسالتين. طيب انا قبل ما ادخل على الرسالة فهاخد لكم الطاقة بتاعتكم. هتقولي لي يعني احنا اشمعنى احنا يعني دخلتي على طول في الرسالة؟ لان انا الفيديو عندي، المساحة عندي قليلة جدا، فانا بصور الفيديو بسرعة، فهمتوا؟ بس انا هاخد لكم الطاقة بتاعتكم على السريع يا اصحاب المجموعة اللي اختاروا الحجر الازرق. ناخد 3 كروت. انت قلقان من حاجة، كاتم حاجة في طاقتك، كاتم رغبة انت عايزها، كاتم مخبي على حد حاجة، مخبي عن حد حاجة، شايل احمال انت مش قدها. ممكن تكون انت في علاقة انت مش قادر ان انت تخرج منها، ولكن كارت السترينث بيقول ان انت ممكن تكون برج الاسد،
وعندك رغبه ان انت تتحكم في كل حاجه انت بتعملها، تمام؟ يعني ايه تتحكم في كل حاجه انت بتعملها؟ يعني بتتحكم في الحاجات اللي بتحبها والحاجات اللي مش بتحبها، بتعرف كويس قوي تظهر الجانب القوي منك، وبتعرف كمان بتعرف كمان تظهر الجانب التاني، بتعرف تظهر الجانب اللي مش عايزه اقول الشرير، يعني الحاسم او الحازم من شخصيتك، وفي نفس الوقت بتعرف تبقى طيب مع الناس وودود وكل حاجة. انت شخص بيعرف يروض الاسد، شخص قوي جدا نفسيا. طيب الرسالة اللي بتجيلك من حبيبك من الحياة السابقة، حبيبك دوت كان شخص فور اوف سورد، كان شخص انطوائي، كان شخص حزين، كان شخص ما بيحبش يدي مشاعره لاي حد، كان شخص عصامي، كان شخص عنده مشاكل نفسية، عنده مشاكل عائلية، وكمان كان شخص عقلاني جدا ومش اي حد يدخل قلبه، وبيفكر، شخص كان بيفكر كتير قوي. مش عايزة اقول انه كان بيفكر فيك يعني في الحياة السابقة، ولكن هو كان شخص عقلاني، كان شخص مغامر، عايزة اقول لك كده، كان شخص مغامر، كان شخص حكيم، كان شخص برضو الافكار السلبية والايجابية الاتنين مع بعض كانوا بيحاصروه، او كانوا بيصارع ما بينهم، يعني بيصارع بين اللي ينفع واللي ما ينفعش، تمام؟ ولكن كان عنده كان بيحب يعزل نفسه يعني عن الناس، ما كانش بيحب يبين حبه للشخص اللي قدامه. ممكن يعني ممكن يكون هو كان بيشتغل شغلة ما، فالشغلة اللي كان بيشتغلها دي كانت بتخليه يعني او بتخليه يضطر ان هو يبقى شخص عقلاني جدا، شخص بيبص للمستقبل بنظرة قوة. الشخص ده عنده مفاتيح، كان عنده مفاتيح لحاجات كتير، كان عنده اسرار لحاجات كتير، كان بيحب يكتب الاسرار، ممكن كان شخص بيحب يكتب الاسرار. في هنا نمبر 8 اند نمبر 33، فممكن يكون انت ليك علاقه بالرقمين دول. يعني ايه يمر ليك علاقه بالرقمين؟ يعني ممكن انت 8 دي تبقى انت مثلا مولود شهر 8، ممكن يكون سنك 33، ممكن يكون سنك 33، فمش شرط. يعني زكي بتقول ان الشخص ده كان عنده اسرار في حياته، كان مخبي حاجه او مخبي، عارفين اللي هو ايه، شخص مخبي كنز مثلا، حاجه زي كده يعني. او طالما ظهر في الكارت زكي ففي اسرار، هو ممكن يكون ما بيحبش يبين الوش الحقيقي للناس، ممكن ناخدها بالمعنى ده. يعني عندنا هنا رقم 24 سيف النص، او الشخص ده كان شكله كده ايه، حد ضحك عليه مثلا، هو بص طالع ازاي، ممكن يكون حد كان بيسرقه، حد كان بيتكلم من ورا ظهره، في اسرار هنا في الموضوع، في سيكريت عن مكان معين هو كان 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 بيروح او كان بينتمي ليه، او كان مكان بيتمناه، كان المكان ده في باله مثلا او بيحلم بيه، تمام؟ طيب ناخد رسالة منه. الشخص ده كمان بيقول لك ان هو كان شخص غني جدا وكان عنده وفرة في الحياة بتاعته. بيقول لك كمان اقفز ما تخافش. الشخص اللي كان حبيبك في الزمن السابق بيقول لك اقفز ما تخافش ان انت تعمل حاجة جديدة، ما تخافش ان انت تحقق امنياتك، ما تقعدش القعدة دي، تمام؟ خد اول خطوة والباقي سيبه على الله. طيب عندنا هنا الكارت بتاع الكروت الملائكه بيقولك اذا امنت، انا الكارت ده هاخده ده كارت في الطاقه الحاليه. فانت لو انت في بالك ان انت تعمل حاجه لحياتك او تحقق حاجه مثلا امنيه انت بتتمنيها، فلو انت امنت بالامنيه دي من جواك كويس قوي، فممكن الامنيه دي تتحقق، تمام؟ الخداع، في هنا سرقه في الموضوع وخداع. الشخص ده ممكن يكون في الزمن السابق كان بيخدعك، مش عايزه اقول ان هو كان بيخدعك، ولكن طالما طلع خداع والسيف ففي عمليه سرقه وخداع، ويعني كان في مشاكل كده. الشخص ده كان لابس قناع في العاطفه بتاعته، ما كانش بيبين لك او بيظهر لك حبه في الزمن السابق. او انت كمان يعني احنا ممكن نقول القراءة عكسيه، فممكن انت تكون في الزمن اللي فات ما كنتش بتحب تبين له الحب بتاعك، بس هنا انا حاسه ان هو الشخص ده هو اللي كان لابس قناع في الزمن ده، هو اللي كان بيخبي مشاعره عنك، ما كانش بيقول لك كل حاجه، وكان عنده اسرار ما كانش بيخليك تعرفها عنه.
اللي رسالتين اللي طلعوا لك هقراهم. الشخص ده جه منه رسالتين ليك. اول رساله mirroring what you are feeling now that I'm feeling it too. دي اول رساله. تاني رساله damage. هو في هنا عملية هدم وبناء يعني، او عملية مش عارفة ممكن يكون علاقتكم خسرتوها مثلا عشان كان بيخبي عنك حاجة، ممكن يكون كان بيخبي عنك ان هو كان بيشتغل مثلا شغلانة ما تليقش بيك، او شغلانة لو انت عرفتها فانت كنت هتدمر الدنيا. طيب تاني رسالة منه بتقول I don't need you to fix me, I need you to love me while I fix myself. دي كانت الرسالتين وبس. وشكرا لكم اصحاب المجموعة الرابعة، واشوفكم فيديو جديد باذن الله. سلام. يا هلا يا هلا اصحاب المجموعة الخامسة والاخيرة اخيرا اللي اختاروا الحجر ده، اهلا بيكم وازيكم. تعالوا ناخد تقاطكم على السريع وبعد كده ناخد الرسالة، ويا رب يا رب الفيديو يكمل. يا جماعة والله انا عندي مشكلة في حكاية تسجيل الفيديو على اللي على الموبايل بتاعي، انا معلش لو انا مش عايزه كروت والله، بس يعني هو عايش وبكلم بسرعه. عايزه اقول لكم في مش عارفه كل ما اجي اعمل حاجه مثلا بيحصل لي تعطيل في حاجه معينه يعني، كله على الله طبعا، بس بالذات لما باجي اسجل الفيديوهات بتاعتي بحس في حاجه بتمنع ان انا اكمل الكلام اللي انا عايزه اوصله، فلعله خير باذن الله. طيب يلا نشوف طاقتكم، 3 كروت وبعد كده ناخد الرسالة من الشخص اللي كان حبيبك. الشخص ده كان بينكم علاقة حب تو اوف كابس، كان بينكم علاقة حب في زمن سابق، ممكن يكون كان برج القوس او الاسد، او انت من برج القوس او الاسد. خد اللي ليك زي ما بيقولوا واترك اللي مش ليك، يعني الحاجة لو تنطبق عليك خدها اعمل لها كاتش، لو الحاجة اللي مش ليك خلاص سيبها اتركها لناس تانية. يعني في كتير ناس بتسمع الفيديو تمام، فمش شرط كل اللي انا بقوله ينطبق عليك. توقف كابس بتقول ان انتوا كان بينكم علاقة حب معينة، والشخص ده كان بيحب ان هو يغزلك او يبين لك حبه. الشخص ده كمان كان غني جدا، كان كينج اوف بنتكل، كان الشخص ده غني 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 قوي، او ان انت كنت غني قوي تمام. كينج اوف بنتكل بتقول ان انت شخص غني وشخص واثق جدا من الحاجات اللي بتعملها، سواء الحاجات دي كانت عملية او انت داخل مشروع معين مثلا، او شغلك انت عندك كارير بيخليك تجيب يعني دخل مادي كويس تمام. طبعا بأننا بنتكلم عن الطاقة الحالية ليك، فانت ممكن يكون عندك علاقة حب، يعني عندك علاقة حب في الوقت الحالي، وعلاقة الحب دي متعلقة في برجين هنا في الكارت، برج الأسد وبرج القوس. انت ممكن تكون معجب بحد او حد معجب بيك وعايز يبين لك الحب، وانت ملاحظ وانت يعني، بس انت بتطنش يعني. بس انت هنا انا حاسة ان انت عندك علاقة حب، علاقة اعجاب بحد تمام. الكارت الثالث طلع لك امبرور، انت شخص عقلاني جدا، شخص محارب، شخص بيعقلها، ممكن تكون سنك كبير، او يعني ممكن يكون عندك مشاكل مع الاب او مشاكل نفقة مثلا مع الزوج، بس انا ما حسيتش كده. انا حاسه ان انت شخص حكيم جدا في قراراتك، وشخص بيحب يطور من نفسه، وممكن يكون هنا برجين في الكارت، برج الحمل وزي ما قلنا برج القوس وبرج الاسد وبرج الثور كمان، خدوا معاكم تمام. دي كانت طاقتك الحاليه. تعالوا بقى ناخد رساله على السريع من الشخص اللي كان في حياتك السابقه. الشخص ده يا سيدي كان ايت اوف كابس. الشخص ده ممكن يكون في حياتك السابقه سابك ورحل عنك، تركك، تخلى عنك مثلا، سابك وراح مكان تاني، سافر، هاجر، ايا كان. الشخص ده كان تمبرنس، الشخص ده كان عنده اعتدال في حاجه، وعايز اقول لك ان كان في علاقه ثلاثيه مع الشخص ده، او يعني ممكن يكون هو كان مرتبط بحد ومشى يعني من العلاقه دي. ممكن نقول ان هو بس انا بتكلم عنك يعني، الشخص ده بعت رساله ليك تمام، فانا هنا في الكارت هتكلم عنك. فالشخص ده كان عنده اعتدال ما بينك وما بين حاجه تانية، وكان عقلاني جدا وما كانش بيحب يعبر لك عن الحب بتاعه. الشخص ده مشى وسابك، اتخلى عنك في زمن سابق،
سيبك في حيلتك، سيبك في آلامك. مش عارفة، كان عنده في حاجة سامة هنا، في حاجة سامة. ممكن يكون كان عنده علاقة سامة مثلا وسابك عشانها، او حد كان بيأثر عليه، لان احنا هنا طلع لنا ذا سنيك. شايفين الكارت ده؟ ذا سنيك. فالكارت ده في امرأة هنا وحواليها تعبان يعني، ففي شر هنا في الموضوع. فالسنيك هنا ممكن يكون ليها علاقة بالشخص ده، او هي تكون كانت السبب ان انتوا تسيبوا بعض او هو يسيبك. في هنا امرأة شريرة، الساحرة الشريرة زي ما بيقول. في هنا امرأة شريرة، ممكن نقول ان هي فرقت ما بينكم يعني. تمام. عندنا هنا نمبر 7، ممكن انت يكون ليك علاقة بنمبر 7 او نمبر 8 او نمبر 19. هنا طلع لنا تابوت، وطلع لنا يعني طلع لنا كده يعني. بص الصورة دي، الكارت ده مش مطمني. فالكارت ده يعني ممكن يكون مثلا الشخص ده بقى لا قدر الله توفى يعني، هو اكيد توفى يعني، مش هو اكيد توفى يعني، لان احنا بنتكلم عن زمن سابق. بس انا قصدي في الزمن ده هو ممكن يكون رحل عنك مثلا، او كان عنده مشاكل خاصه بالام. ممكن يكون كان معاه حد متسلط، كان معاه حد سام في حياته، فالحد ده خلاه يسيبك، الحد ده خلاه يسيبك ويمشي ويترك العلاقه. طلع لنا كارت الود. الود انتوا كنتوا كان في ما بينكم ود معين، او كان في ما بينكم مزيج معين، او ألفة معينه. ولكن الألفة دي انتهت بحاجه مأساويه، ينتهت بحاجه مأساويه، ينتهت بسبب شخص او امراه هنا في الكارت. تمام. والامراه دي كانت سامه. مش عايزه اقول ان انا اسفه، مش عايزه اقول ان الامراه دي في طاقتك دلوقتي يعني. طالما يعني انا ناويه الكروت دي تطلع على زمن سابق، فاحنا بنتكلم على زمن فات. ففي حاجه هنا غلط، في حاجه هنا كانت حصلت غلط ما بينك وبين الشخص ده او حبيبك اللي من زمن سابق. فحبيبك ده ايا كان هو سابك، وكان عنده علاقه سامه في حياته. تمام. طلعنا الكارت املا بئرك، وان انت تتراجع لترتاح، وكمان تعيد ملء الطاقه بتاعتك. يعني بيقول لك الشخص ده، بيقول لك ان انت عندك حاجات كتير قوي حلوه، عندك احلام وطموحات حلوه. كل ما تحس ان انت فاضي او طاقتك بتخلص، جددها باي حاجه بتحبها، جددها باي هوايه انت مميز بيها. فالشخص ده بيديك انرجي، طاقه ايجابيه، بيقول لك ما تخافش واملي نفسك بالطاقه الايجابيه على طول. عندنا هنا الكارت تحسين الصحة. انت ممكن يكون يعني انت صحتك في مش دلوقتي يعني في الطاقة دي مش كويسة، او مش اللي هي يعني. ممكن يكون الشخص ده كان تعبان من حاجة، كان تعبان صحيا. تمام. الشخص ده كان بيحب يتحكم، كان عنده السيطرة او عنده التحكم في الناس، او في امرأة كانت بتتحكم فيه. تمام. ولكن هو بيقول لك، مثلته بيقول لك كمل في اللي انت عايز تكمل فيه، وما تخافش، انت مليان حاجات كتير حلوة، مليان خير جواك، وارتاح. كل ما تحس ان انت تعبان ارتاح، وجدد طاقتك كل شويه. ما تحسش نفسك ان انت بقيت زي المياه راقده، لا، انت تقدر تعمل حاجات حلوه كتير. فهو بينصحك الشخص ده او حبيبك اللي من زمن سابق ان انت تعيد نفسك تاني. تمام. طيب ناخد رساله منه. unspoken. الشخص ده على فكره ما كانش بيحب يظهر لك حبه زي ما قلت لك، كان قليل الكلام قوي. الشخص ده مشى من حياتك، وكان عايز يقول لك كلام كتير، كان عايز يقول لك حاجه بس ما لحقش. الشخص ده ما لحقش، بس كان عايز يقول لك حاجات قبل ما يمشي من الدنيا. ايا كان، انا سبوكن مثلا منه تقول لك there are so many things I want to tell you. مش بقول لك على فكره، ما بصيتش للرساله، انا قريت بس العنوان. تمام. وبصيت للكارت ده، فالشخص ده مشى
من غير ما يقول لك حاجه، حاجات كتير هو كان عايز يقولها لك وبس. ودي كانت القرايه بتاعتكم يا مجموعه رقم 5. شكرا ليكم، واشوفكم في فيديو جديد باذن الله. سلام.